في المنعطفات الكبرى تتبين شدة الروابط أو هشاشتها، وهذا ما تمر به الأزمة بين بغداد وكردستان. ثمة منعطف مصيري تمر به العلاقة، يرتبط بمنعطف آخر يمر به الإقليم بسبب أزمته المالية، وهي أزمة أخرجت الناس عن طورها في السليمانية. ما يجري في الكواليس أن وفداً من الإقليم جاء إلى بغداد مفاوضاً، لكن بذراع موجوعة وظهر محدب. جاء الوفد ليوافق على بنود قانون الاقتراض الذي رفضوا التصويت عليه، ومع الموافقة أبلغوا بغداد استعدادهم لتنفيذ مبادئ الدستور وجميع القوانين التي تصدر من البرلمان الاتحادي. في غضون ذلك أعلن نائب رئيس مجلس النواب أن أي اتفاق بشأن نفط كردستان ومستحقاته يخالف قانون العجز المالي ويعد باطلاً، فضلاً عن أن قانون العجز نفسه يشترط على الإقليم تسديد ما بذمته من أموال قبل الشروع بصرف رواتب الموظفين. السؤال هنا هو، هل إن الاتفاق إذا ما حصل سيكون دائم؟ أم إنه مجرد تكتيك محلي حتى صعود أسعار النفط ليعود القوم على أعقابهم؟ سؤال مبني على سوء نية هي نتاج سنوات طويلة من فقدان الثقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم. بالتزامن مع سوء النية هذه، ثمت في كواليس الكرد من يقول إن بغداد تمسك الإقليم من ذراعه المكسورة لتفرض عليه شروطاً مذلة. يقول لسان حال الكرد، إذا كنتم تختلفون مع قيادات الإقليم فما ذنب 1,250,000 موظف كردي لم يستلموا سوى 4 رواتب فقط خلال العام الحالي، بينما استلم الموظف في المحافظات المختلفة كامل رواتبه. بعيداً عن هذا السؤال، ما زالت الأرقام المرعبة تتوالى من الطرفين، فحجم التهريب في المعابر الحدودية للإقليم مثلاً يتجاوز 2 ملياري دولار سنوياً، مع وجود مسؤولين حزبيين يحصلون على مبالغ يومية تصل إلى 1,000,000 دولار عن طريق الاستحواذ على إيرادات المعابر. لكن المقابل يقول إن معابر العراق الأخرى لا يديرها الملائكة، وهي تشهد فساداً يعرفه الجميع. فلماذا تنظرون إلى معابر الإقليم وتنسون معابر غيره؟ نعم، نحن نمر بمنعطف غير مسبوق في العلاقة بين بغداد والإقليم، منعطف أوصلنا إليه ثقافة التسقيط وإشاعة عدم الثقة. فهل ننجح في تجاوزه؟ ربما، لكن بشرط أن نفاوض بأخلاق الفرسان، لا بالأجندات السياسية الضيقة أو بالتكتيكات الآنية القائمة على شعار انقذني الآن ودع الغد لما يستجد من أمور.